حياكم بالزبدة، معكم خالد، واليوم راح نشوف انبوكسينج حق النينتندو سويتش لايت. عندنا هنا النينتندو سويتش اللي نزلت قبل سنتين. النينتندو سويتش لايت عبارة عن جهاز مصغر حق النينتندو سويتش، عبارة عن هاند هيلد فقط بالإيد وما يتوصل على التلفزيون. فالناس اللي كانوا يبون النينتندو سويتش، وأنا بكل صراحة أحد الأشخاص اللي استخدمت النينتندو سويتش ولا مرة استخدمتها على التلفزيون، استخدمتها دائما وأنا بورتبل. يعني انا شخصيا وايد عجبني النينتندو سويتش، لعبت فيه كذا لعبه. فبنشوف النينتندو سويتش لايت، بنقارنها بالنينتندو سويتش القديمه من ناحيه الحجم والوزن، الشاشه اصغر اكبر، والتغييرات اللي صاروا في الجهاز هذا. شنو عندنا هنا بالكرتون؟ عندنا الجهاز، شويه كتيبات، والشحن طبعا اكيد داخل. بس اوكي، عندنا فقط الشحن والجهاز هني في الكرتونة هذه. طبعا عشان ما انسى اشكر محل الفهود اللي اعطوني هذا النينتندو سويتش لايت، موقعهم تحت بالاسفل. اذا انتم بالكويت تطلبون من موقع الفهود، في رابط اللي تحت يوديكم حق النينتندو سويتش لايت، تطلبونها من الفهود. فعندنا شحن اللي هو عبارة عن USB-C والبلاك موصل على طول، يعني الكيبل مو منفصل عن البلاك نفسه، كله قطعة واحدة. والجهاز هني نشوفه معاكم النينتندو سويتش. طبعا اللي عندي اللون الرمادي، وانا اللي اشوفه صراحة احلى واحد فيهم. اللونين الثانيين اللي هم الاصفر والازرق، الالوان فاقعة، ما حبيتهم انا وايد. في ناس راح تعجبهم الالوان هذه، انا شخصيا وايد عاجبني هذا اللون، وهو اللون نفسه اللي يت في النينتندو سويتش. لو تلاحظون هني على الجنب نفس تقريبا اللون الرمادي على الجهازين، لكن احنا راح نشوف اول شيء ان الجهازين حجمهم مختلف تماما بين اللايت والسويتش العادي. فرق الحجم وايد كبير بين الجهازين، وهني مبين عندكم شويه الشاشه كانها تفرق وايد، لكن لما اشغل الشاشه راح تشوفون ان الشاشه حجمها مو ذاك الزود مختلف، لان الاسود اللي هني حوالين الشاشه عباره عن بيزلز، فهذه اصلا مو حجم الشاشه كلها. راح اشغل الجهازين واوريكم بعد شويه. فراح تشوفون ان اللاي اوت مالت الدقم اكثرها نفس الشيء، ما عدا هذه الدي باد اللي هني وايد افضل من الدي باد العاديه مالت النينتندو سويتش، لان هذه ما فيها يدتين تطلع وتستخدمهم في حق العاب المالتي بلاير، فهذه مسوينها عشان حق السنجل بلاير تاخذها وتشيها معاك. ذكرني وايد في الجيم جير ايام سيجا جيم جير اللي نزلت 1991 او 92، وايد اريح بالايد من النينتندو سويتش القديمه، لان حجمها اصغر. فرق حجم الشاشتين مثل ما تشوفون مقارب جدا، لان بالجهاز القديم في البزلز اعراض وايد، فياخذون حجم كبير من الجهاز. فالجهاز الجديد ترى شاشته مو هالقدر اصغر من الجهاز القديم، مع ان المساحه اللي ياخذها الجهاز الجديد وايد اقل من الجهاز القديم. وزن الجهاز الجديد اللي هو 0.6 باوندز، فالحين وصلوا تليفوناتنا بزلز. ليش جهاز مثل هذا للحين فيه بزلز كبيره؟ هل عشان بس يقللون من السعر؟ وباي ذا واي هذا الجهاز سعره 200 دولار فقط، حاليا قاعد يبيعونه محل الفهود كنا تقريبا 72 دينار المحل اللي اعطاني الجهاز هذا حاليا. حلو، حق منو الجهاز هذا؟ هل اذا انت عندك نينتندو سويتش تاخذ لك الجهاز هذا؟ يعني يكون كانه جهاز ثانوي تلعب فيه، يكون عليه نفس اليوزر، تستخدم نفس الالعاب اللي انت منزلها على اليوزر الثاني، تقدر. لكن اذا كان عندك جهاز زين نينتندو سويتش ونينتندو سويتش لايت، راح يكون احد الاجهزه اللي هي عباره عن البرايمري والسكندري، الاولوي والثانوي. الاولوي تنزل فيه الالعاب وتشتغل من دون مشكله، الثاني اذا نزلت عليه الالعاب او نفس اللعبه اللي موجوده على الجهاز الاول، راح يكون هو عباره عن جهاز ثانوي، لازم يكون شابك بالانترنت علشان يعرف ان هذا نفس المستخدم قاعد يستخدم اللعبه او يلعب باللعبه الفلانيه، ولازم يسوي ابديت حق الشيء هذا كل 3 ساعات. يعني لازم يكون متصل بالانترنت، يعني اذا كنت متصل بالانترنت وصار ديسكونكت، بعد 3 ساعات راح تطفي عليك اللعبه وراح يصير عليك لوك، الا اذا سويت الجهاز الجديد هو عباره عن الجهاز الاساسي. اذا انت قاعد تلعب في مكان في انترنت وشابك على الانترنت ما راح تكون عندك المشكله هذه، لكن هذا الشيء لازم اقوله حقكم لما تشترون جهازين نينتندو سويتش. فتخيل انت الحين الجهاز الاولي عباره عن نينتندو سويتش حاطه عندك في البيت، تبي تاخذ النينتندو سويتش لايت في نفس اليوزر او نفس الاكونت مال نينتندو،
راح تاخذه وتسافر فيه وانت على الطيارة، طيارتك مثلا 9 ساعات، راح تستخدم السكندري او الجهاز الثانوي بالطيارة 3 ساعات وراح تطفي عليك اللعبة، او اذا اصلا ما كان في كونكشن بالاول ما راح تشتغل عندك اللعبة. فهل تعتقد ان الايجابيات كلها صوب الجهاز هذا؟ طبعا لا، الجهاز هذا القديم طبعا عندك تقدر توصله بالتلفزيون، عندك الدوك، هذا الجهاز ما تقدر توصله بالتلفزيون نهائيا. فهذا الجهاز اللي تقدر تحطه بالديوانية تلعب فيه مثلا سماش مع ربعك 4 يدات. فلحن هذا الجهاز لا مميزاته، كهو عبارة عن بارتي كونسل، وهذا عبارة عن هاند هيلد كونسل نفس الجيم بوي او الثري دي اس، او ولا جيم بوي شخباري، نفس مثلا الثري دي اس، واخر واحد هو الثري دي اس، يا 3DS. وإذا أنت برأيك ما عجبك هذا الجهاز وايد، تبي ليه الحين تشتري النينتندو سويتش، في منها الإصدار الجديد اللي هو نفس الجهاز بالضبط، بس يجي منه بطاريته معدلة شوية تطول أكثر من الجهاز القديم. يعني النينتندو سويتش القديمة هذه أقل واحدة تطول بين 2.5 ساعات إلى 5 ساعات، طبعا على حسب اللعبة اللي قاعد تلعبها، إذا فيها 3D وايد وإفكتات تطول مثلا 2.5 ساعات، او الالعاب العاديه اللي هي 2D والبلاتفورمرز تطول مثلا 5 ساعات. الجهاز هذا اللي فهمته انه تطول من 3 ساعات الى 7 ساعات، والنينتندو سويتش الاصدار الجديد اللي يكون العلبه مالتها بالاحمر بالكامل، ما فيها ابيض احمر لكن احمر بالكامل، تطول 4.5 ساعات الى 9 ساعات على ما اعتقد. مفروض على نهايه السنه هذه راح نشوف اخبار عن نينتندو سويتش 2 او برو او ايا كان راح يكون اسمها، لكن اوريدي في بعض الليكس، بعض الاخبار اللي قاعد تنزل حق النينتندو سويتش الجديده. فالاختيار لك، يا انك تاخذ لك السويتش الاصدار الجديد، او انك تاخذ لك السويتش لايت اللي هي هاند هيلد فقط، او تنطر نهايه السنه نشوف السويتش شو راح يسوون نينتندو. إذا عجبكم هذا الفيديو ضغطوا لايك، إذا ما عجبكم ضغطوا ديسلايك، وإذا تبي تشوفون فيديوهات زيادة من الزبدة راح تشوفونهم هني على الشاشة، النينتندو سويتش مثلا القديم أو آخر فيديو نزلته، أو تروحون تشوفون قناتي اللي هي خالد نزر اللي فيها تصوير فلوقات وسفر وأماكن غريبة وعجيبة سافرتها أنا في رحلاتي، وحياكم بالزبدة.